من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم مشوارنا على كرواسان بار يلي فتح بالسوق القديم تبع جبال. كرواسان بار عندهم اندور واوت دور سيتينج، ويلي كتير حبيته عندهم بالمحل انه بيقدموا الكرواسان فريش، وقتها تطلبوا الاوردر دايركت اللي بيحطوهم بالفرن وبتنطروا بحدود الربع ساعة لحتى تنزل الاوردر. بهيدا الوقت اخذنا نحنا درينكس تبعنا يلي هن كافي وتي، وبيقدموا معهم ميني كرواسان بلين وكانت كتير طيبة. الكرواسان يلي نحنا طلبناهن هن تشيز زعتر وسينامون رول، وكانوا كتير طيبين تلتتن. اكيد بنصحكن وقت تكونوا بالمنطقة وعبالكن اي شي كرواسان تروحوا عكرواسان بار.